السلام عليكم. عليكم السلام، عيني عليك بردة، مش باين عليك أي سن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. سبغنا بقى، وكنا عايزين نزرع معرفناش فسقينا. بموت في خفة دمك. شوفي بقى أنا جبتلك إيه. دي عشان يا حاج؟ دي أحلى حاجة لقيتها في المحل، لو في أحلى كنت جبتلك. ربنا يخليك لي يا حاج. أمينة، أنا لو أديك عناية يبقى ليلى على اللي عملتي معايا. حسابك يا عم حسين، النهارده الشغل نص يوم. ولازمته ايه بس يا سعيد يا ابني؟ ما الحاج مجهز كل لوازم الفرح، ربنا يخليه لنا. ربنا يخليه لنا يا رب. بس برضه عشان تلحق تروح وتتوضب وتلبس، انا كمان لازم اتشيك على الاخر، ده فرح سامي وسعديه، هو دول شويه يا عم حسين. ربنا يكبر بخاطرك يا ابني ويزيد افضالك انت والحاج، ويكون في علمكم كلكم. النهارده يوميتكم ماشيه بالكامل، واخر الاسبوع في كمان مكافاه ولازمه فرح سامي وسعديه. شكرا يا استاذ سعيد، ربنا يتمم بخير. ده غير مكافأة الحاج يا بلبل. ربنا يعمر بيتكم ويديكم من وسعك كمان وكمان. ما تيجي يا مكرم بقى تقضي سهرة عندنا. دي الساعة 3. ما بكرة اجازة، انت وراك ايه يعني؟ ايه انت مش ناويين تنام ولا ايه؟ لا احنا هنقعد نحكي كل اللي حصل في الفرح. طب حاسب اللي في بطنك يقع مني. حكي اللي حصل. ايه مالك؟ ابدا يا ميتو يا حبيبي، عندي صداع من دوشة الفرح. ولما انت يا اختي بتدوشي، كان ايه اللي جابك؟ معلش خلاص يا نعمة، اما تطلعي فوق ابقي خدي اسبرين يا روحي. اه يا حبيبتي خدي اسبرين. يلا يا حبيبي. باين عليها فاكره هتقدر تاخد الحاجه من نعمة الله الليله دي، كان غير هشطر. تاخده ده ايه؟ ده كانت نعمة الله في تراستها، وبعدين احنا لازم نمشي على الجدول اللي اعتمده الحاج. ايوه. ايه رايك بقى في ليله سعديه؟ ما تتخيرش يا حاج عن ليله فاطمه وسعيد. ربنا يخليك لينا ويخلي حسك دايما في الدنيا. انا حجزت لهم في نفس اللوكاندا اللي عملنا فيها شهر العسل بتاعنا. اللوكاندا دي سرها باتع قوي، انت شفتي وعرفتي بنفسك. استبعي يا راجل، اوعى كده، انا بتكسف يا اخويا. مش اللوكاندا الخايبه اللي راح الواد سعيد؟ اه عدوك يا حاج، انا اياميها كنت هتجنن. البنت يا اخويا تكلمني في التليفون وتقعد تعيط تقولي الحقيني ياما، لا عايز يكلمني ولا يجي ناحيتي. اتاري يا اخويا اللوكاندا هي السبب. الحمد لله ربنا جاب العوائد سليمة. خلاص يا حاج هتبقى جد، وهقولك يا راجل يا عجوز. فاشل، انا مش هعجز ابدا، انا هفضل شباب على طول. بقولك يا حاج، مش جعان يا اخويا؟ اقوم احضرلك لقمة. انا واقع من جوع. مع ان البوفيه كان مليان اشكال والوان، لكن مين بقى يجيله نفس ياكل؟ لازم المعازيم ياكلوا الاول ويشبعوا كمان. انا كنت موصي على بوفيه ملوكي، عجبك؟ اه، ودخلوا عليه حاتتك بتتك كانهم يا اخويا بياكلوا في خزاتهم. يلا بالهنا والشفا. بقول لك يا ولد، انا بقى اعمل لك عشاء، اللي هناك ده ما يجيش جنبه حاجه خالص. طبعا انا ما بعرفش اكل واستمخ الا من ايديك الحلوين دول. يا لهوي كلامك وحشني. لسه قايلهولك اول امبارح يا وليه، انت بتاكلي وتنكري. وانت وحشتيني يا نعمه. تجيش يا اخويا البس لك فستان الفرح وتبقى النهارده ليله دخلت. ايه؟ الله يجازيك يا نعمه، بموت في خفه دمك وحنانك. اعملي لي كمه بقى وحضري لنا لقمه، انا واقع من الجوع. من عينيا يا حبيبي، غير هدومك وحالا هتلاقي السفره جاهزه. ايوه يا مروه يا حبيبتي، انت فين؟ لا 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 لا، انت وحشه، انا زعلانه منك خالص. من ساعه ما رجعت من الهاني مون ما هانش عليك تكلميني مكالمه واحده. ده احنا حتى سيرنا كام سهره انا وبابي ومامي، انما ايه تحفه، انا فكرتك هتيجي معاهم. لا 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 لا، ما يهمكيش من ميتو يا حبيبتي. على العموم انا دلوقتي بقيت اقعد لوحدي على طول. ابدا يا ست، عامل لنا جدول حصص، انا هربانه منه في الكليه اجي الاقيه في البيت، بس انا ولا بيهمني.
ما تتصوريش يا رورو وحشاني كتير خالص. عارفه يا بنتي يا رورو وحشني فيكي ايه؟ الاغ بتاعتك. يلا بقى تعالي يا حبيبتي نتكلم سوا ونقعد نتغدى مع بعض، اعرف منك اخبار الشله ايه. الا قوليلي اخبار البنت اللي اسمها سميره السخاوي ايه؟ لا 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 مش معقول، مين ده بقى؟ تعالي ايمن ادخل اقعد. اظن ميرفت خلصت اجازتها ورجعت الشغل النهارده مش كده؟ ايوه طبعا. اتكلمت معاها طول النهار وانا عمال اتكلم معاها. ووصلت لايه؟ بتقول انها مقتنعه بالتقدير اللي هي عملته. وانت ما ناقشتهاش؟ ما قلتلهاش ان التقدير زاد زياده عن اللزوم؟ انا ناقشتها طبعا. وقالت لك ايه؟ بتقول ان الحاج عنده محلات تانية وحجم الدخل زاد. ما قلتلهاش ان ده ظلم وتجني منها علينا وان احنا مش هنسكت وان اللي بتعمله ده مش في صالحها؟ قالت لي حاجه غريبه قوي يا استاذه. قالت لي دول ناس مليانين عندهم فلوس متلتله هيودوها فين؟ الحكومه اولى بيها. يا ساتر يا رب، قد كده بتحقد علينا وبتكرهنا عشان ايه ده كله؟ احنا ما عملنالهاش حاجه. مفيش فايده يا استاذه، دي انسانه قلبها مليان كله شر، عندها انانيه ما شفتهاش عند حد. الحاجة الوحيدة بس اللي انا ندمان عليها ان انا في يوم من الايام كنت بحب المخلوقة دي. انا مش عارفة هقول للحاج ايه. اما انت بقى يا ميتو يا حبيبي لك عندي حتة دين خبر، انما ايه تحفة. عارف بقى لازم تجيب لي عليه هدية ما حصلتش تاني. ما انا لسه جايب لك هدية معتبرة في عيد ميلادك. يا سلام اخسى عليك يا ميتو. هو خسارة فيا بقى يعني ولا خسارة فيا؟ طب ايه رايك بقى؟ مش هقولك. خلاص امر لله. هي امر الله دي بقى. يعني لو طلع الخبر كده يستاهل هجيب لك هديه فعلا. عريس. عريس؟ مش فاهم. بابي يا حبيبي جايب لبنتك عريس. لاشكي بنتي؟ ايوه. طب وده جنسه ايه وفصله ايه وبيشتغل ايه؟ امير ابن عمتي يا حبيبي، بيزنس مان واصل قوي وكبير جدا. قرايبه يا حبيبي كمال الشنواني وعمر ابراهيم، ما انت عارفهم طبعا. ايه اللي عارفهم؟ دول الكلمه كلمتهم. طب وقريبك ده صغير ولا كبير؟ معقول يا حبيبي؟ ما انت شفته في فرحنا وسلم عليك حتى بنفسه. هفتكر ايه ولا ايه يا روح قلبي؟ يلا. انا كل اللي فاكره من ليله فرحنا الثلاثه وهم داخلين علينا بالزفه. والنبي يا حبيبي بقى بلاش تفكرني بالليله دي بقى بالذات، خلينا احنا في موضوعنا بقى دلوقتي. هو امير لا صغير ولا كبير، يعني عنده تقريبا حوالي 35 سنه. اه معقول معقول، دي اول حاجه كويسه يعملها ابوكي. اخس عليك يا ميتو، هو انت دايما تتكلم على بابي بالطريقه دي؟ انا بتكلم بصراحه، يعني من ساعه ما عرفته ما شفتش خير من وراه ابدا. لكن قولي لي قريبك ده مدام غني قوي ومقتدر، ما اتجوزش ليه لغايه دلوقتي؟ لازم راجل هلاس بقى. لا 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 امير مش كده خالص، امير ملوش غير شغله ومراته. مراته هو لسه اتجوز؟ ايوه يا حبيبي، ما هو متجوز قريبه الاثنين اللي انا قلت لك عنهم. طب ناوي يطلق مراته عشان يتجوز بنتي؟ معقوله يا حبيبي؟ هيطلق شوشو بنت الحسب والنسب؟ اه يعني عايز يتجوز بنتي عليها؟ ده بعد يا حبيبي ما بابي اقنعه وقال له ان انتوا هتعملوا مع بعض بيزنس كبير قوي. وانا بنتي دخلها ايه بشغلي وبشغله؟ يا حبيبي كل رجال الاعمال بيعملوا كده، بيتجوزوا من بعض عشان يكبروا شغلهم. انا ما دخلتش بنتي في الموضوعات دي ابدا. الاهم من ده كله انا بنتي ما تتجوزش واحد متجوز غيرها، ولا حتى يتجوز بعديها. غريبة، مع انك يا حبيبي انت متجوز اربعة. حقيقة انا متجوز اربعة وانت واحدة منهم، لكن انا بحاول انفذ اللي امرنا بيه ربنا اللي هو العدل. وما افتكرش ان واحدة فيكو تقدر تقول اني بعاملها اقل من التانيين ولو عوش لدرجة، كلكو عندي واحد. طب يا حبيبي مش جايز يعملها زيك كده؟ شفتي قلت ايه؟ جايز. روح قلبي، ربنا سبحانه وتعالى خلق ملايين ملايين الناس، لا يمكن تلاقي واحد زي التاني. هتقولي لي يخلق مش شبه 40؟ هقول لك في الشكل بس مش في الطبع. فانا ايش ضمني اللي اتجوز بنتي يطلع طبعه زي طبعي؟ هتقولي لي غني وسكك وسالكه؟ هقول لك طز. انا مصلحه بنتي عندي اهم حاجه في الدنيا، وانا مش هسمح لها تعيش مع ضره حتى لو كانت هي موافقه. أما راجل غريب صحيح، ازاي موافقش على جواز زي دي؟ علشان دي بنته وخايف عليها، مش زيك رحت رميتها الراجل متجوز ثلاثة. اهو ده بقى الفرق اللي بينك وبينه، هو بيحب ولاده اكتر من نفسه. لا يا كريمة، في فرق بيني وبينه كبير قوي.
في فرق بيني وبينه في ان هو يقدر يتجوز ويقدر ما يتجوزش، يقدر يحب ويقدر ما يحبش، يقدر يوافق ويقدر يرفض. أوه. كريمة، فرق اللي بيني وبينه ملايين ملايين ممليانة. انا يا دوبك بشتغل موظف في الحكومة، يعني يوم ما اترقى هبقى وزير برضو موظف، يعني مرتبي على قدي، اللي انا بكسبه في سنة هو بكسبه في يوم وما يقضيهوش كمان. الفلوس مش كل حاجة. لا كريمة، الفلوس كل حاجة. انت قلت ايه؟ انا عليا 10 مليون جنيه ضرايب؟ ليه؟ انا كنت بعت بكام عشان يضربت عليا مبلغ زي ده؟ ده تقدير جوزافي عملته المجرمة السافلة. ومين المجرمة السافلة دي وشمعنا المرة دي؟ عايزة تنتقم. وتنتقم مني ليه؟ انا شفتها ولا عرفتها؟ وايه حكايتها دي؟ دي الست ميرفت اللي كانت بتشتغل عندي في المكتب. ميرفت؟ الله، مش دي اللي جوزت زاهر بعد امك؟ ايوه. طب واتقلبت علينا ليه كده فجأة؟ عشان خليت زاهر يطلقها. وتتدخلي ليه؟ ليه تخليه يطلقها؟ كنت تسيبيها تروح لقدارها برجليها. اعمل ايه بس يا متولي؟ اعمل ايه؟ ما هي ماما انهارت وقالت لي لازم يطلقها. يعني المصيبه دي من ورا امك. انا من اول قلت لك بلاش تشغلي الزفت اللي اسمه زاهر ده. قعدت تعيطي وتقولي ده جوز امي وما عنديش دخل يصرف منه. ده ما بيعملش حاجه غير انه بيأذي الناس. استغفر الله العظيم، ربنا خلقه عشان يأذي الناس اللي غضبان عليهم. اعمل ايه بس يا متولي؟ ماما بتحبه. حبها برص. ادي اللي خدناه من ورا الزفت اللي جوز امك. على العموم الموضوع لسه في ايدينا. بعد ايه؟ بعد ما طمعت الضرايب فيا؟ دلوقتي هنقعد نتحايل ونبوس الايادي عشان ينزلوا المبلغ شويه. وخدي عندي الجمالك. كل شيء بالاصول وكل واحد هياخد حقه. صعب تاخدي حقك من الحكومه. القرش اللي بيطلع من جيبك يدخل لها مش هيرجع لك ولا بالطبل البلدي. هو احنا لسه دفعنا حاجه يا متولي؟ انا كان مالي ومال ده كله؟ انا عمري ما كان في مشاكل بيني وبين الضرايب، لاني مش طمعان في مليم واحد حرام. حتى لما فتحت لك المكتب ده، حتى لما فتحت لك المكتب ده عمري ما سالتك انت عملتي ايه وسويتي ايه، وكنت بدفع اللي بتقولي عليه زي اي زبون عندك، لاني كنت مطمن وكل حاجه ماشيه بما يرضي الله. اطمن، انا هتصرف. لا خلاص بقى في خصومه بينك وبين الضرايب. المكتب ده يتقفل من بكره وهرجع للمحاسب القديم، كان كفيني خيري شري. يتقفل؟ يتقفل يعني ايه متولي؟ ده شغلي وكل حياتي. مديحه، انا مش ضد شغلي، ولما كنت سبتك تشتغل السنين دي كلها. بس انت دلوقتي عندك بنت على وش جواز، وكمان ابنك محتاج رعايتك واهتمامك. كفايه البلاوي اللي بنسمعها اليومين دول. لا كده حرام، انت كده بتدمرني وبتظلمني. مديحه، انا مش بظلمك صدقيني. اذا كان على فلوس انا ادفع قدها مرتين ما يهمنيش، لكن دلوقتي انت ما تنفعيش تشتغلي في السوق. دايما هيبقى في شك بين المكتب وبين الضرايب. روح قلبي، في البيت هتلاقي شغل اكتر واهم من اللي في المكتب، واللي كان بيطلع لك من المكتب انا هدفعه لك اول كل شهر. خلاص اتفقنا يا روح قلبي؟ وهي تاخد ليه بقى فلوس كل شهر؟ مش خلاص قفلت المكتب؟ روح قلبي، المكتب ده المشروع بتاعها، وانا قفلته لها، هديت لها المشروع، فلازم ادفع لها تعويض. فانا قلت ادفعه لها على اقساط، يعني تاخد مبلغ كل شهر، فهمتي؟ بصراحه بقى المفروض هي اللي تدفع لك تعويض، مش كفايه الكارثه اللي سببتها لك؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ اخد تعويض من مراتي ومن مديحه؟ انت اصلك ما تعرفيش مديحه دي غاليه عندي قد ايه. الحقيقه مديحه طول عمرها عندها عزه نفس، ومش هي لوحديها، امينه كمان عندها عزه نفس، ونعمه طله عندها عزه نفس. الحقيقه الثلاثه عينيهم مليانه. يا سلام، ده انت ما جبتش سيرتي انا بقى. انتي؟ لا يا روح قلبي، انتي غيرهم، انتي حاجة تانية خالص. بس فعلا يا حبيبي هتدفع كل الضرايب دي؟ مضطر ادفع. ياه فعلا، ده يعني معقولة؟ حكم القوي. يعني مفيش حل يا حبيبي؟ مفيش حد من قرايبك الجامدين ممكن يشوف لنا حل؟ هشوف لك، بس ساعتها بقى انت عارف هديتك محفوظة. طب يلا قوم بقى يا حبيب قلبي، غير هدومك لحسن بعدين هنتأخر. لا معلش بلاش الليلة، أنا راجع تعبان وكفاية المشاكل اللي عندي. معقولة يا حبيبي؟ ده بابي ومامي ومروة كمان مستنينا على العشاء. ما هي بتبتدي كده، يعزمونا هما وتدبس أنا في الآخر على عزومتهم بره. ويعني يا حبيبي لما تعزم حماك وحماتك؟ أنا ما عنديش مانع، مستعد أعزمهم كل يوم، بس مش مستعد أدفع ثمن الخمرة اللي بيقربعها أبوكي كل مرة. يا اختي كل ما يروح يبات عندها تجرجروا على بره وتسهروا، يرجعوا كل يوم وش الفجر. ما انت اللي خايبه. ليه يا امينه؟
هو انا يا اختي كنت بعرف ارقص زي المقروضه اللي فوق؟ علميها يا مديحه. هي لسه هتعلمني. هو بعد ما شاب ودوك كتاب ليه يا ابله؟ ده انت زي القمر لسه. انا بس اللي مزعلني ومضايقني ان يعني الحاج صحته ما بقتش زي الاول. عندك حق يا بنتي يا مديحه، انا شايفه يا اختي ان صحته الايام دي في النازل قوي. قلت له يا حاج لازم تروح لدكاتره، لازم يشوفوك ويكشفوا عليك. قال لي انت ايه فاكراني خلاص عجزت؟ ده انا لسه في صحتي، لسه في عز شبابي. هو انا ايه خروعت؟ يعني ايه خروعت؟ خروعت يعني بيشرب زيت خروع، يعني مش قادر. انا رجلي ابتدت تلف على بعضيها من التعب. حبيبي احنا كل ما نيجي نرقص تقولي نفس الكلام ده. طب نستريح شويه. اشمعنى بابا؟ ما هو رقص مع مامي مرتين ودلوقتي بيرقص مع مروه. معلش اقعد بس اشرب حاجه واخد نفسي وبعدين نكمل. ايه متولي بيه؟ الله ايه، ما تشد حيلك امال اديها. انا حيلي جامد، شد حيلك انت. مش ملاحظ يا انكل ان ميتو تعبان قوي؟ ده باين عليه مش قادر يمشي. ده مش قادر يمشي من كتر فلوس المتلتله اللي على قلبه. مالك يا حبيبي؟ لا مفيش. شكلك كده عايز تمشي. يا ريت. ويا ريت انا كمان، ما انا بحبش اقعد مع حد غصب عنه. ليه بس يا مامي بتقولي كده؟ انت مش شايفه كل ما نيجي نسهر معاه يعمل تعبان وعايز يمشي؟ ايه مش من حق اتعب بجد؟ حاجه عجيبه جدا. انتوا طول النهار قاعدين مستريحين وانا طول النهار شقيان. معلش يا ولفت انا مضطر اقوم. وطمني باباكي، الحساب اتدفع. ميتو استنى بس يا حبيبي، استنى بس. ميتو 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 ده ايه ومين؟ ميتو عشان وبشرب. طب انت عامل ايه؟ اخبارك ايه دلوقتي حبيبي؟ كويس؟ شوفي يا روحي، احنا لما بنبقى مع بعض لوحدينا انا ببقى كويس قوي، ما بحبش وجع الدماغ. انا مش عارف ليه ما نقعدش في البيت واللي بنعمله بره نعمله هنا. معقوله يا ميتو؟ يعني احنا هنرقص في البيت؟ ليه لا. طيب ممكن بقى ننام؟ استني شويه بس لما الحبايه تعمل مفعولها. حبايه ايه؟ حبايه الصداع. حبايه الصداع. الله، ايه حكايه الصداع ده بقى اللي كل مره تيجي تبات عندي ويجي لك؟ لا مفيش حاجه، كلها نص ساعه 45 دقيقه والصداع يروح لحاله. ما تيجي نقعد بره نتفرج على فيلم يضحك. عشان تنفي النص مش كده؟ اعمل ايه، ما هي الافلام دي عامله زي الطبيخ البايت يعني، شفتها يجي مليون مره. يلا حبيبتي يلا. قولي علامات عسكر. والعلامة دي محطوطة فين يا فندم؟ اللوحة. واللوحة محطوطة فين؟ الحيطة يا عسكري. يا نهار اسود، وهو كمان في حيطة. سعيد سعيد، انت ما بتضحكش ليه؟ سعيد سعيد، ايه ده؟ انت نمت على روحك؟ طب المهم بقى نعمل حاجة، انا مش قادر. يوه ما يبقاش دمك تقيل بقى يا اخي، استنى لما الفيلم يخلص. يا فاطمة انا عندي شغل الصبح يا فاطمة. ما تسيبنيش لوحدي يا سعيد عشان خاطر، بالذات الليلة دي انا حاسة اصلي ان انا هولد. بقالك اسبوع كل ليلة بتقول ان انت هتولدي، بطلي دلع بقى يا فاطمة. يلا تصبحي على خير. خس عليك يا سعيد، هتسيبني وتدخل تنام؟ كنت في النور والتلفزيون والفيديو تطفي. تصبحي على خير يا فاطمة. وانت من اهلي. ميتو ميتو مالك؟ ميتو يا نهار اسود.
الو ألفت. ايوه حبيبتي. طيب اهدي اهدي بس فهميني ايه اللي حصل. مش عارفه ميتو مان، صرخ مره واحده ولقيته ما بيتكلمش خالص، بعد كده اعمل ايه؟ اتصلي بالدكتور ولا خلي اي حد كبير يتصرف. ايوه بقول لك ايه، ما تسيبنيش وبطمنيني اعملي معروف. ايه اللي حصل؟ سعيد 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 اصحى اعمل معروف. فاطمه ايه هتولدي؟ لا هعمل حاجه، متولي تعبان قوي. بابا ايوه تعبت ازاي؟ هم دلوقتي لسه مكلميني حالا. خليكوا بس انتوا هنا بقى عشان نحفر كتير في الاوضه. نعم نعم. بتقولي ايه؟ دي لازم اتجننت. انت يا اختي مش هتخشي معانا الاوضه، انت سبب في كل اللي بيحصل لنا ده. مدغوري بقى من وشنا وتهويني. يا سلام، انتوا بقيتوا كلكوا عليا يعني. بس 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 لو سمحتي، فين الاوضه اللي فيها العيال؟ هنا هنا يا دكتور. هنا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. يلا. في ايه؟ في ايه؟ محدش هيدخل. ده انت اللي مش هتدخلي. بقول لك ايه يا ام قوي، تعالي على ناحيتي. انتي كنا ناقصينك، كنا ناقصينك. خطبت رجاله. في ايه يا ألفت؟ الراجل جاله حاجه؟ تعالي دلوقتي حالا انت ومامي. هو الدكتور ما جاش لغايه دلوقتي؟ وصل يا بابي. ايوه جوه عنده، بس الثلاثه اللي متجوزهم دول واقفين لي على الباب مش عايزين يدخلوني. ضربوني يا بابي، ضربوني وزقوني. ايوه لا لازم تيجي انت ومامي دلوقتي على طول. تعالى يا بابي، دول عايزين يطردوني من الشقه. للدرجه دي؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، خدي بالك من نفسك، انا هجيلك انا وماما بسرعه على طول. لازم الراجل حالته خطيرة وهم عارفين ان هو هيموت، علشان كده عايزين يكوشوا على كل حاجة. يا ما نصحتها، يا ما قلت لها وعدت شاش وقول لها هتجيلك منه حتة عيل، تقول لي لسه بدري مش وقته، عايز اعيش شبابي. يا اخويا طب حتى كانت خليته يكتب لها اي حاجة هتطلع بالمولد بلا حمص. حتى لو الراجل نفسه مات دلوقتي هتاخد ايه من الجيش اللي حواليه؟ ده لو ما طردوهاش بالهدوم اللي عليها. انا خايف ياخدوا منها الالمازات اللي جابها لها. كويس انك انت لفت نظري، انا هخليها من غير ما حد يلاحظ تجيب الحاجات دي هنا. طب يلا بينا بقى نلبس ونروح للبيت قبل ما يفترسوها. يلا يلا. مين فيكم مراته؟ أنا. انتوا كلكم ما شاء الله. بابا عنده يا دكتور للاسف ذبحه صدريه حاده. يا سيدي انا افضل ادينه فورا للمستشفى. أنا مستشفى يا دكتور؟ يعني لو موافقين انا مستعد اتصل بالمستشفى اخليهم يبعتوا له عربيه اسعاف فورا تنقله. هي الحاله خطيره يا دكتور قوي للدرجه دي؟ للاسف حالته خطيره جدا وفي منتهى الخطوره، علشان كده لازم تقرروا بسرعه. هننقله طبعا يا دكتور، قلب كبير. ايوه ينوب عنه في كل شيء يا دكتور بسرعه. تليفون يلا. تعالي هنا. ايه ده ايه ده؟ انا مبقوقه منك من زمان بقى ودي فرصتي. الراجل كان زي الفل، اخدتيه ورده مفتحه طفيتيه. عملتي فيه ايه؟ يا سعيد بسرعه بسرعه يا اخويا. يلا يا سعيد بسرعه يا اخويا. ساعديهم ساعديهم. مش ممكن، دول بيئة.
بلي يعني بلي فيكي كلو كلاس. او نو او نو تعرف انت معلش الو ايوه سعيد. لا يا حبيبي انا كويسه ما تتخضش مفيش حاجه، انا بس حاسه اني هولد دلوقتي. كلها تمسك روحها شويه، مش قادر دي عماله تصرخ وحاسه ان العيال هينزل دلوقتي. يلا خدها وروح على المستشفى. جاي ليه؟ طب روح على المستشفى. عايز لك يا سعيد، اول ما تروح هناك يا اخويا اتصل بيها طمني، كلم سعديه وسامي خلوني يروحوا معاك. ها سعديه وسامي كلم الدكتور خليه الدكتور. يا ابني وعلى مهلك على مهلك يا ابني. ايه الليله دي بس يا رب، ايه اللي بيجري لنا ده؟ بقول لك ايه، امي روحي معاه مش هيعرف يتصرف لوحده، واحنا هنا قاعدين مع متولي. يلا مش هيجي لي قلبي يا مديحه، اسيبه لوحده كده مرمي جوه. يا ستي قاعدين معاه احنا ما تخافيش. هو من يوم ما اتجوز بنت الغبره دي واحنا كلنا في النازل. ايوه يا اختي النسوان دول اقدام. انت صورتي ما تقوليش كده، بنتك بتولد وان شاء الله ان شاء الله الولاده خير. قولي يا رب. استر يا رب. مش معقول يا بابي، انت لازم تتصرف، لازم تعمل اي حاجه، انا كده خلاص حقي هيضيع. انتوا ما شفتوش ازاي ما كانوش عايزين ياخدوني معاهم في المستشفى؟ عشان طبعا لما راجل يموت يكوشوا هم على كل حاجه. اطمني يا حبيبتي اطمني، هنروح المستشفى. انا هنروح المستشفى، ما حدش هيقدر يمنعنا اطلاقا. انت يا بنتي مراته وليك حقك القانوني انك تزوريه في لحظاته الاخيره في المستشفى. يا سلام، وليه يا فالح ما عملش الكلام ده كله والوليه مراته عماله تزقك وتشتمك تحت وتهزقك؟ جرى ايه يا كريمه؟ جرى ايه يا كريمه؟ عايزاني انزل بمستوايا لواحده زي دي؟ دي مستواها منعدم، مستواها واطي جدا. دي يا ستي بيئة لو كلاس. ايه ده؟ صوت صوت بره. لا استني 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 استني، بس بعدين حد فيهم يجيكي انا هشوف. تعالى تعالى تشوف ايه. احنا دلوقتي لازم تتصل بالمحامي عشان نعرف وضع البت. ايه المحامي؟ ايه يا كريم؟ مش لما نتاكد الاول اذا كان الراجل مات ولا لا. هو انت يا راجل مش سامع الصريخ والصوت اللي بره؟ الاسعاف مع العيلة من اخوريا دي، تكونش العربية دي بتاعتهم بيأجروها بالساعة. لقيت ايه؟ لقيت عربية الاسعاف واخدة حد وراح المستشفى عدل. ييه دي لازم مرات سعيد بتولد. يعني ما عرفتش اذا كان جوز بنتك مات ولا لسه عايش؟ بتقولك بتولد. Thank you.
سلامتك يا حبيبي، ألف سلام عليك. وأنا فين؟ في المستشفى. معلش شدة ونزول. مستشفى؟ ليه؟ وإيه اللي حصل؟ أنت تعبت امبارح بالليل شوية ونقلناك المستشفى. الحمد لله يا حاج. احنا كنا فين يا اخويا وبقينا فين امبارح بالليل؟ ما تتكلمش ما تتكلمش، ريح نفسك. على مين؟ على الله عليك. تعالى. عايز تعمل ايه بس قول لنا واحنا نعمل. اسندي امبارح بالليل ألفت حبيتين. حبيتين ايه يا اخويا؟ امال فين ألفت؟ متلقاها في البيت. يعني ما جاتش معاكم؟ ما تتكلمش، فكر بس في صحتك انت يا اخويا. طب وسعيد ابني فين؟ مع فاطمه. بشره خير، هتولد ان شاء الله. وسبتي بنتك؟ لا يا متولي، واسيبك لوحدك؟ روح لبنتك يا نعمه. ما تخافش، معاها جوزها واختها وجوز اختها كمان. معلش لازم تبقي جنبي بنتك وهي بتولد عشان خاطري. عشان خاطري انا. ريحي يا نانا، يلا روحي، ما احنا واقفين اهو. يلا هتعملي ايه انت زياده؟ يلا روحي. حاضر يا حاج، ربنا يقعد بالسلامه يا اخويا. امين يا رب. خلي بالك منه يا امين. هاي مديحه، لو عاوز حاجه كلموني. ها على مهلك بس. طمني يا سعيد. المهم بابا عامل ايه؟ ايه كويس بابا عامل ايه؟ الحمد لله فاق. المهم فاطمه لسه بتولد. فاطمه تعبانه قوي. ازاي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده سعديه؟ الدكتور بيقول ان الوضع ماشي طبيعي جدا وان كل شيء بوقته. هي بقى لها قد ايه جوه؟ سكتوا ليه؟ كلمه. طمني خالص، الدكتور بيقول اذا ما قدرش يولدها طبيعي هيعملها قيصري. يا مصيبتي يا مصيبتي، هيفتحوا بطنها يا سعيد؟ اطمني اطمني يا فندم، حتى لو اضطرب كده مفيش اي خطورة عليها. ده ايه المصايب اللي عمالة ترف على دماغي دي بس يا ربي؟ ايوه يا سعيد، ايه الاخبار عندك يا اخويا؟ ايه؟ لا ابوك تعبان قوي يا سعيد، انا خايفة عليه. ربنا يستر يا ابني. انت قول لي فاطمة ولدت ولا لسه؟ لسه، ربنا معاها يا ابني وينتحها بالسلامة يا رب. بقولك يا سعيد، لو ولدت بلغني يا ابني، عايز افرح وافرح ابوك. قلبي بيقولي كده لو شاف ابنك هيقوم ويشيله يا حبيبي. طيب خلي بالك من نفسك، مع السلامة. سامي معقولة؟ كل ده بتولد؟ خلي إيمانك بالله كبير يا سعيد. ولا أنا بالله. بإذن الله هتقوم بالسلامة يا سعيد. إيه يا متولي؟ ما تصرخيش، مالك يا متولي؟ خد نفسك يا أخوي. متولي 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 يا رب.
المهم فاطمة بإذن الله هتقوم بالسلامة. يلا. إيه ده؟ أنا خايفة أدخل. خايفة من إيه يا حبيبتي؟ دي أنت مراته، من حقك تخش تشوفيه وتزوريه. أه طبعًا. ايه ده عملتي في عينيكي ما بتشوفيش؟ مش شايفه اليافطه مكتوب عليها ممنوع الزياره؟ مش معنى انت يا كبه؟ كبه في عينك؟ هو اللي طلب اني ابقى جنبه. يلا بقى هقوله وبلاش ازعاج. ايه ده؟ ايه ده؟ ده زوقي 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 حيوه كده. ايه اللي تزوق بتاعتكم دي؟ سلم. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انا مش فاهمه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ دي جليطه واللي الذوق. جرئي يا ست انت. بهجت لازم تتصرف. اتصرف ازاي وهم معلقين يافطه ولكنها عمر ولاده؟ انا متاكده ان الثلاثي المرح دول اللي علقوها عشان احنا ما ندخلش. اه يبقى اذا كان الموضوع كده بقى يبقى انت لازم يا بهجت تروح لمدير المستشفى وتساله وتقول له ان بنتك مراته زيها زيهم. زيها زي مين؟ زي مين؟ انتوا ايه اتجننتوا ولا ايه؟ يلا هقولنا بقى. ايه ده في المرح؟ ايه يا هقولنا ايه؟ ايه انت شفت في حضرتك انت ايه الكلام الفارغ؟ ام حاج علي بسم الله الرحمن الرحيم. استنى استنى بتاعت المخده دي كده كويس. اسمعي اشرب اشرب باللي ريقك. مش شايفه ان شاء الله. مش شايفه الزيت اللي بره دي يعمل ايه؟ معرفش يا حاج. ده ظاهر كده ناس بره بيدوروا على اوضه قرايبهم بس مش لاقيينها. زي ما اكون سامع صوت ألفت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا دي واحده من عنبر المجانين بتصرخ. ما تاخدش بالك خليك انت بس في صحتك. ريح ريح. ميتو ميتو يا حبيبي ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. ألف بعد الشر. سلامتك. ميتو ميتو إن شاء الله أنت وأهلك اللي ميتو. لعلمك بقى أنا سألت الدكتور وقال إني زي زيكم بالظبط من حق إني أدخل. سلامتك يا حبيبي. ألف سلامة. تو ما افتكرتي يا حبيبي ده هم اللي منعيني إن أنا أجيلك. هم مين يا أختي بقى؟ ممكن توضحي؟ آه اللي اسمها حصبالة دي. حصبالة اسمها نعمة الله. حسيني ما لفظي. عيب عيب تقولي اللي اسمها. ايه ده؟ ما تخليكي مقدمة شوية. ده بدل ما تقولها يا أبلة. هما معاهم حق يا ألفت. لازم تقولي لها يا أبلة. متشكرين يا حبيبتي على الزيارة. متشكرين لك قوي. الدكتور بيقول الكلام الكتير بيتعب. يلا بقى. يا سلام. هو أنا بقى كلامي اللي هيتعبه؟ ونعمة الله هتمنعك ليه؟ جرى إيه يا حاج بتصدق كلامها؟ نعمة الله هتمنعها ليه؟ الدكتور اللي قال مش عايزين نفس في الاوضه. يعني يستحسن تحطي بوزك في الشباك يا اختي. والله طب ايه رايك بقى يا حبيبي انها هددتني كمان قدام بابي ومامي اني لو جيت هنا هتقطع رجلي بتاعت البيبش بتاعتكو دي. الله يخرب عقلك يا نعمه الله. مفيش فايده مش هتتغير ابدا. وتتغير ليه يا حبيبي؟ بتحبك وخايفه عليك وعلى صحتك. عندك حق يا مديحه. الدور والباقي على اللي كانت السبب واللي هتخلص النفس من الاوضه. ما تكحيش هتخرج هتخرج. طمنوني فاطمه عملت ايه؟ ولدت ولا لسه؟ Thank you.